بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي نتكلم في طرق حساب الميزانية. احنا كنا اتفقنا ان في طريقتين، هنبتدي في الطريقة الاولانية، والطريقة الاولانية بيسموها الـ height of an instrument، او بالعربي بيسموها منسوب سطح الجهاز، الـ differential leveling، او الميزانية الفرق في الارتفاع بين النقطتين. احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها باك سايت وفي حاجة اسمها فور سايت. فلو افترضنا ان الباك سايت 3.60 متر والفور سايت 2.10 متر، والنقطة الاولانية البنش مارك دي الريديوز ليفل بتاعها يساوي 100، ده معناه ان اتش اي تساوي كام؟ تساوي البنش مارك اللي هي 100 زائد الباك سايت اللي هي 3.60 متر، ده يطلع 103.6. الريديوز ليفل عند النقطة اللي اسمها تي بي 1 تيرنينج بوينت رقم 1 تي بي 1 ده بيساوي 103.6 ناقص 2.10 متر اللي هي الفورسايت، ده يساوي كام؟ العشرة من الستين يفضل 50، والاتنين من 103 يبقى 101، يبقى منسوبها 101.50، يبقى النقطة دي منسوبها 101.50. الكلام ده انا خلصته من وقفة الجهاز رقم 1. لما نقلت الجهاز من وقفة الجهاز رقم 1 الى وقفة الجهاز رقم 2، خلي بال حضرتك ان النقطة دي اصبح منسوبها معلوم من وقفة الجهاز رقم 1، فاصبحت دي نقطة معلومة المنسوب، واخدت عليها قراية عكس اتجاه السير، يبقى دي باك سايد غصب عنها. بس هيبقى في حاجة اسمها هايت اوف انسترومنت جديد، ده هيساوي المنسوب اللي انا عندي بتاع النقطة القديمة اللي هي 101.50 زائد الباك سايد اللي هو 6.40 متر، ده يديني كام؟ ده يديني 107.90، يبقى منسوب سطح الجهاز الجديد كام؟ 107.90. اخدت انا هنا قراية قيمتها تساوي 4.20 متر، يبقى كأني بقول الريديوز ليفل بتاع التيرنينج بوينت رقم 2، تيرنينج بوينت رقم 2 هتساوي 107.90 ناقص القراية 4.20 متر، ده يديني 173، يبقى النقطة دي منسوبة 103.70. أصبحت النقطة دي معلومة المنسوب برضو. شلت الجهاز من وقفة الجهاز رقم 1، رحت لوقفة الجهاز رقم 3، أصبح النقطة دي باك سايد. ليه؟ لأن النقطة دي معلومة المنسوب وعكس اتجاه السير برضو، يبقى كأني هجيب هايت اوف انسترومنت جديد. الهايت اوف انسترومنت الجديد في الحالة دي يساوي كام؟ يساوي منسوب النقطة اللي هي 103.70 اللي احنا لسه حاسبينها، هحطها كده زي ما هي، زائد الباك سايد بتاعها. الباك سايد بتاعها كام؟ هنشوف دلوقتي، نلاقيه 2.60 متر، يبقى 103.70 زائد 2.60 متر، دي كده تدي 0.3 و3.3601، يبقى منسوب سطح الجهاز بتاعي 106.3. اهو منسوب نقطة ايه؟ الريديوز ليفل لنقطة ايه هيساوي 106.30 ناقص 8.50 متر، 8.50 متر، 5 من 13 8، دي بقت 5 8 من 15 7 9، يبقى منسوب نقطة ايه اهو اللي هو الرقم ده. الكلام اللي احنا عملناه ده كده هنا هنتعلم ازاي نعمله في جدول بيبقى اسهل من كده بمراحل. طيب هنعمل الكلام دوت، هو نفس الكلام تاني، هنعمل الكلام ده في جدول ازاي؟ يوم يقول لي جدول الميزانية بالهايت اوف انسترومنت، عبارة عن الستيشن، الباك سايت، انترميديت سايت، فور سايت، هايت اوف انسترومنت، ريديوز ليفل.
لو جينا للرسمة ديت ادي الباك سايد نقطة ايه كان عندها الباك سايد ب 8 مثلا بوينت 19 كان الريديوز ليفل بتاعها 100 اجمع الاثنين دول على بعض يديني الهايت اوف انستمنت يديني الهايت اوف انستمنت اخدت فور سايت اطرح الفور من الهايت اوف انستمنت يديني الريديوز ليفل ده الريديوز ليفل دوت اجمعه على الباك يديني الهايت اوف انستمنت الجديد الهايت اوف انستمنت الجديد دوت اطرح منه الفور يديني الريديوز ليفل الريديوز ليفل زائد الباك يديني الهايت اوف انستمنت وهكذا. طيب خلصت. يقول لي قبل ما تسلم دفتر الميزانية للمشرف بتاعك او للمهندس الكبير بتاع الموقع لازم تتحقق من العمل الحسابي اللي في حاجة بنسميها الماثيماتيكال تشيك. ايه الماثيماتيكال تشيك؟ بيقول لي سيجما الباك سايد ناقص سيجما الفور سايد يساوي منسوب اخر نقطة ناقص منسوب اول نقطة. طيب منسوب اخر نقطة ب100 منسوب اول نقطة ب100 يبقى الناتج هنا صفر. تعال نجيب مجموع الباك سايد مجموع الباك سايد 8 24 اهو مجموع الفور سايد 8 24 الفرق ما بينهم زيرو يبقى الناتج ده هو نفسه دوت تبقى المسألة بتاعتي سليمة. الكلام ده طريقة حساب بطريقة بنسميها ايه الهايت اوف انسترومنت او بالعربي منسوب سطح.